بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من السحر وإتيان الكهان والعرافين والمنجمين بالرمل والحصى أو نحو ذلك وتصديقهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، السبع الذنوب المهلكات، الكبائر الموبقة المهلكة. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق بشيء وكل إليه. رواه النسائي من رواية الحسن عن أبي هريرة، ولم يسمع منه عند الجمهور. من عادة السحرة، حديث ضعيف ولكن يدل على صحة المعنى، قوله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد. فهم من عادة السحرة أنهم يقرؤون التعازيم السحرية أثناء ربط خيوط أو شعور وعمل عقد فيها، وأثناء عقدهم العقد التي تتضمن كلاما إما مجهولا أو كلاما كفريا أو بدعيا، لأن السحر إنما يدور على الحرام، يقرؤون ذلك أثناء القراءة الهواء الذي يخرج أثناء قراءة هذه التعازيم السحرية. إذا قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها، فهم يقرؤون التعاويذ وينفثون، وممكن يكون النفث بشيء من الريق أو النفخ أثناء القراءة وعمل العقد. كثيرا ما يكون الشعر الذي يؤخذ من الإنسان المسحور، كما سحر لبيد بن الأعصم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة. المشاطة هي الذي يكون في المشط من الشعر، من بواقي الشعر. وورد أن عدد العقد التي عقدها هذا الساحر اليهودي 11 عقدة. وكما تعلم، لو أنك عقدت عقدة في الشعر صعب جدا أن تنحل، ولا يستطيع أحد أن يحل عقدة في الشعر. وجعل، وفي بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يقرأ المعوذات، وكلما قرأ آية انحلت عقدة من 11 عقدة، والله أعلم. وقوله: ومن سحر فقد أشرك، هذا احتج به من يقول بأن السحر كفر كله دون تفصيل. وعند التأمل نجد أن عامة علماء المذاهب عنده التفصيل الذي نص عليه الشافعية، يعني أن يقال للساحر: صف لنا سحرك، فإن وصف كفرا كان كفرا، مثل أن يدعو غير الله أو يستعين بغير الله ويستغيث به ويطلب قضاء الحوائج منه نحو ذلك، أو إذا تضمن سبا وطعنا في القرآن أو في الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا تضمن كفرا أيا ما كان. وقد يتضمن كفرا بالعمل، مثل أن يتقرب إلى الجن بالذبائح إما البشرية وإما الحيوانية، لأنهم قد يقتلون إنسانا تقربا للجن، وربما يتضمن ذلك كفرا عمليا ككتابة المصحف
بالقاذورات والنجاسات فهذا كفر أيضا. وقد يتضمن سحر السجود للصنم أو السجود للشيطان حتى يقضي له حاجته، فهذا الذي وصف يعني العلماء كما ذكرنا أمثلة للسحر الذي هو كفر. قال الشافعي: وأما إذا وصف سحرا لا يتضمن كفرا فإن استحله كفر. جعل باب المعاصي، وأن المعاصي إنما يكفر من استحلها. فأولا الحديث من سحر فقد أشرك احتج به من يقول بعدم التفصيل، وأن كل السحر كفر حتى الحاوي الذي يبني عمله على خفة اليد، وكما ذكرنا الحديث فيه ضعف. وقد ذكر عز وجل: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهذا في أمر وقع من الشياطين الذين يكفرون، لا يلزم أن كل سحر يقع في الدنيا يكون من السحر الكفري. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهذا السحر متعلم من الشيطان كأنواع السحر الكفرية، والله أعلم. على أي الأحوال الحديث لا يثبت، وبالتالي فيحتاج الأمر إلى دليل أعم من الدعوة. من تعلق شيئا أو من تعلق بشيء نوكل إليه، مثل التعليق الحروز والخرزة الزرقاء والحدوة وغير ذلك من التعاليق التي إذا كانت لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعا أو ضرا، فكيف تملكه لهذا الذي علق؟ هذه التعاويذ مخلوقة. فتعليق الحروز والعوز ونحو ذلك تعلق بالمخلوق، فإن كان يعتقد أن هذا المخلوق يملك له ضرا أو نفعا من دون الله عز وجل كان ذلك كفرا. وأما إذا كان لا يتضمن ذلك فهي معصية كبيرة من الكبائر، وهو شرك دون شرك وكفر دون كفر. حديث ضعيف نذكره عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان لداود نبي الله صلوات الله وسلامه عليه ساعة يوقظ فيها أهله يقول: يا آل داود قوموا فصلوا، فإن هذه الساعة يستجيب الله فيها الدعاء إلا لساحر أو عاشر. رواه أحمد عن علي بن زيد رفعه، وبقية رواته محتج بهم في الصحيح، واختلف في سماع الحسن من عثمان. هو لم يسمع منه، خصوصا إذا عنعنه لم يسمع منه. الشاهد من هذا الحديث أن السحر من موانع إجابة الدعاء، من العمل بالسحر. وأما العاشر فهو الذي يأخذ العشور، الذي يقف لأخذ الأموال على المسافرين صاحب الجمرك، إلا أن يكون قصده ما ذكرنا من قبل التخفيف عن المسلمين، هذا في نظر. لكن هذه المهمة لا يجوز العمل فيها، مهمة جمع الأموال بالظلم، إلا أن يكون ناويا أو قادرا مع نيته على التخفيف، أن يكون وكيلا للمظلومين لا وكيلا يجمع المال للظالمين، فهي من الكبائر. والسحر أيضا من الكبائر. عن عمران بن حسين
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه البزار بإسناد جيد، والطبراني من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى كاهنا فصدقه إلى آخره. رواه الطبراني بإسناد حسن. ليس منا من تطير، تفاءل أو تشاءم بالطيور، والأغلب الاستعمال في التشاؤم، وهو أن يتوقع سوءا أو شرا لولود طير في اتجاه معين أو لنوع معين من الطيور، كغراب وحده أو حدة، وهم يتشاءمون بذلك. وكذا التفاؤل بالطيور كمن يتفاءل بالحمام ونحو ذلك، أو باتجاه الطائر الذي ينتظره على باب البيت يمينا أو شمالا، فكل ذلك تطير. أو تطير له، ذهب إلى إنسان ينظر له في مستقبل أمره فيقول: وأنت داخل عندي وجدت طائرا يتجه شمالا، فهذا قد تطير له إذا انصرف عن حالته. ليس منا من تكهن ادعى علم الغيب ولو غيبا نسبيا، أعني من الغيب الذي يعلمه بعض المخلوقين ولا يعلمه الباقون، ومع ذلك فهذا ناف للإيمان أصلا. هذا إذا كان هذا الكهانة في أمور الغيب المطلق ناف للإيمان من أصل. أما الغيب النسبي فهذا الذي يعلمه البعض ولا يعلمه البعض، يعني مما هو مطلع عليه بعض المخلوقين، فأنا لا أعلم ما وراء هذا الجدار لكن من وراءه يعلم. فالكهانة إذا كان في الدعاء ما لا يعلمه إلا الله، واعتقد أن الكاهن يصدق في معرفة هذا، فهذا تكذيب لقول الله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. أما تكهن له بمعنى ذهب إلى كاهن لينظر له في مستقبل أمره أو فيما يقع له، فهو يذهب إلى الكهان بدلا من أن ينضم أو أن يكون من المتوكلين على الله عز وجل المستخيرين لله، يذهب إلى كاهن يتكهن له. هو لا يحسن في نفسه الكهانة ولا يدعي علم الغيب، ولكنه يذهب إلى من يصنع له ذلك. ليس منا من سحر، فقام بفعل السحر نفسه أو لغيره، أو سحر له، ليس أنه قد قصد بأن يسحر لكن سحر له بمعنى ذهب إلى ساحر وقال: اعمل لي عملا أفرق به بين فلان وفلانة، وهذا قد سحر له. كما ذكرنا من أتى عرفا كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا إما بين كفر أكبر إذا اعتقد صحة ما يقوله الكاهن في الغيب المطلق، أو يحمل على الكفر الأصغر ويترك زجرا. بعض يعني يحمل بعض العلماء قال يتوقف، وليس هذا بمذهب في الحقيقة أن يقال هذا كفر ونسكت، لكن لابد من حكم، ولكن يسكت عن ذكر التأويل زجرا لمن يسمع هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
وذكرت أن الدكتور عماد يمثل نفسه حين وقع على الوثيقة. وعلى فكرة الوثيقة لسه ما اتعملتش، لو ما وقع على التزام بأنهم يعملوا وثيقة، مش إن هم عملوا وثيقة، ده بيقولوا إحنا ملتزمين نعمل وثيقة ونعمل قواعد اختيار الهيئة التأسيسية. وبحمد الله بالأمس الهيئة العليا للحزب، حزب النور، أصدرت بيان تبين فيه موقف الحزب الرافض لوجود مبادئ فوق دستورية، مبادئ حاكمة، وثيقة أو ميثاق شرف يلتزم به الجميع. ده كل ده تغيير في الأسماء لحقيقة واحدة، مصادرة رأي الشعب ومصادرة أو فرض شيء على الهيئة التأسيسية. ومعلوم أن كل ذلك من أجل أن الإسلاميين هم المرشحون للحصول على أغلبية سواء السلفيين أو الإخوان، وأن المقصود بذلك فرض دستور علماني أو تمييع المادة الثانية أو وضع مواد مقيدة لها. وكما حدث في وثيقة الأزهر أنه بيحط بدل ما بيقول الشريعة الإسلامية يقول مبادئ كلية للشريعة الإسلامية. ليه؟ علشان ما يبقاش فيه نصوص قطعية تلزم واحد، والقطعي الثبوت يدوروا له على تأويلات زي ما قلت لكم امبارح، يقول لك فاقطعوا أيديهما خلاص، يقول لك فالنسوة ما بال النسوة التي ايه قطعنا أيديهن خلاص، يعملوا لنا حرامي كده، دوروا الحرامي في ايده، ويبقى هو ده تأويل. بدل ما يقول انا بكذب القران ومش عاجبني القران وايه اللي انتوا بتعملوه في قطع ايد السارق والرجم الزاني. فالغرض المقصود من هذا الكلام كده، فالغرض ان دلوقتي الحزب استنكر ذلك، قال ان الوثيقه ان هو ان الحزب لا يرى هذا الامر، والاخوه في الدعوه لا يتعهدون بهذا العهد، بيقولوا كلمه مؤمة ميثاق شرف ما الذي يلتزم به الذي وقع له. هو صحيح ذهب ممثلا لكنه لم يستشر الهيئة العليا للحزب، ولم يرجع حتى مشاورة يعني إخوانه في الدعوة. فهذا الكلام يلزم من قال به، والوثيقة دي ليس لها قيمة قانونية. اللهم استعان. والكيان السلفي تمثله إدارة الدعوة السلفية، الكيان الدعوة السلفية تمثلها إدارة الدعوة، مجلس الدعوة السلفية. والبيان طلع باسم الدعوة بالأمس أن هذا الأمر لا يلزم لا أفراد الحزب ولا أبناء الدعوة. نعم، لأن واحد تصرف تصرفا فرديا على أي الأحوال متوقع وجود قصور وأخطاء، والعبرة بهل يعني هل يتم تصحيحها أم لا. لكن مسألة إن إحنا نتصور إن الإنسان يعني سيكون معصوما هذا غير صحيح. نعم، والله إحنا الموضوع ده أظنهم بيدرسوه في الـ في الـ في الحزب، سحب توقيعه. الإخوان قالوا إن الكلام ده ما يلزمش، بس ده أسلوب غير مقبول لدينا، إنه يروح يوقع هنا ويطلع يقول للناس الكلام ده ما يلزمناش. ها، لكن هذا اسلوب نحن، هذا اسلوب يعني لا نرتضيه. احنا نقول لا، لان احنا مش راضيين بالكلام ده، والكلام ده اصلا ابناء الدعوه هم اللي هيترشحوا في الحزب، مش الحزب ده هيجيب، ده هيجيب ابناء منين؟ هيجيب منين الناس اللي رشحهم في الانتخابات؟ وابناء الدعوه ملتزمين بما تقرره الدعوه. وانا كمان بيقول لي عايزين نمنع القصه دي تحصل. المفروض ان يكون في التزام بالشورى، هي دي القضيه اللي المفروض الروح تكون موجوده عند الجميع. يعني نعم، لا الدخول للنصارى يعني ده يعني اذا كان قابلا للمبادئ التي، والامر ده يعني ليس اللي دخل دول يعني ناس قريبين الى الدخول في الاسلام. طبعا ده دليل على وجود شورى داخل الحزب، ان الحزب رئيس الحزب يتصرف تصرف
وان الهيئة العليا تعدله. ها ده حاجة فعلا. الاحزاب دي دليل على انهم يربون الاستبداد. المجلس العسكري بتصرفه ذلك هو يصنع المستبدين الجدد، وحرص على صناعة المستبدين الجدد. ان الناس دي اساسا رايحة وهي مش عارفة هتبقى ايه جدول الاعمال ولا ايه الوثيقة اللي هتتكتب، ومع ذلك كلهم تجرؤوا دون ان يرجعوا الى الهيئات العليا لاحزابهم ولا الى مشاورة احد وقعوا. ده متعودين على هذا النظام، كل واحد هو رأس لا يرجع الى غيره. الحمد لله نحن في الدعوة ليس عندنا هذا منذ بداية الدعوة. احنا قضية الشورى مش في الشعارات، عشان احنا سنسير في طريق الديمقراطية وهو يعني يكون هدم للشورى. لا، احنا ديمقراطية مش شعار، وإلا فكل هذه الأحزاب اللي أسميها ديمقراطي الاشتراكي والعربي الديمقراطي والكل ديمقراطي 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 ولا يلتزمون بشيء من الديمقراطية. ولذلك بنقول احنا الأمر ده عندنا بأن ده مبني على الشورى اللي احنا بنلتزم بها فعليا. لا شك أن هناك مصالح عديدة، تأمين الوضع بعد ذلك، تأمين وضع المجلس وأفراده بعد ذلك، لأن في تاريخ طويل قبل ذلك. أما أن يحصل ما حصل في مصر سنة 52، لا ده في فرق كبير جدا. أن 52 كالثورة كان انقلاب عسكري مش ثورة شعب. 52 ما نزلتش الملايين إلى الشارع، ولا حد يقدر يحرك الملايين كما تحركها الغضب الشديد من نظام مبارك، وكما تحركت بفضل الله سبحانه وتعالى لإثبات هوية الأمة في 29/7. فالوضع ده مختلف. الانتخابات القادمة للبرلمان هيكون في يعني من الدعاء من يترشحون إن شاء الله، هيعلن في وقته لأن لسه الأمر لم نعم التاريخ محدد خلاص دلوقتي، يوم 12 فتح باب الترشيح، ويوم 28 نوفمبر هو بداية الانتخابات على 3 مراحل ثم مجلس الشورى بعد ذلك. فهو ده عشان يبقى فيه إشراف قضائي، هتقعد ممكن الانتخابات حوالي 2 شهر أو نحو ذلك على المراحل المختلفة بتاعتها. الرئاسية بعد الدستور، انه ممكن يتعمل نظام برلماني، هيتنخب رئيس حسب، ممكن يتعمل نظام برلماني، ممكن يتعمل نظام رئاسي، مين صاحب السلطة الاعلى. يعني ده نظام على سبيل المثال نظام انجلترا اللي فيه ملك او ملكة صلاحياتهم شرفية، النظام الاسرائيلي غير النظام الامريكي مثلا، النظام الجمهوري، النظام على سبيل المثال الألماني، الحكومة المنتخبة هي صاحبة السلطات الأعلى والرئيس سلطاته شرفية. في نظامين أصلا موجودين عندهم في النظام الديمقراطي يعني. فمثل هذا الأمر ممكن المجلس الشعب يكتب دستور، يكتبه دستور يكون فيه سلطات، فمش ممكن يتم انتخاب رئيس إلا بعد ما الدستور يقر، هم هيفتحوا الباب للترشح للرئاسة بمجرد إقرار الدستور. فالباب لسه متسع يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.